إذن شن طيران العدوان السعودي الغاشم سلسلة غارات على منطقة العشاش في العاصمة صنعاء. القصف تسبب في أضرار بالغة بمنازل المواطنين، حيث دمرت بعضها، فيما تعرض البعض الآخر لأضرار جزئية. وأثار القصف مخاوف سكان المنطقة الذين نددوا بهذا الإرهاب. إذن هذه هي الصور التي نريدها لكم بشأن سلسلة الغارات على منطقة العشاش في العاصمة صنعاء. هذا القصف تسبب في أضرار بالغة كما نشاهد في هذه الصورة، أضرار بالغة بمنازل مواطنين وممتلكاتهم، وتعرض بعض المنازل الأخرى لأضرار جزئية. القصف أثار مخاوف سكان المنطقة الذين نددوا بهذا الإرهاب وضجوا، لأن هذا الإرهاب يفزعهم ويفزع عوائلهم وأيضا يشردهم من منازلهم. كما تشاهدون في هذه الصورة، تدمير لمنازل مواطنين، أيضا مزارع وممتلكات. القصف جاء في ساعات الصباح الأولى، وبطبيعة الحال يعني أصوات الانفجارات وأصوات القصف تثير الهلع والخوف لدى سكان العاصمة صنعاء ولدى سكان منطقة العشاش بالتحديد التي تعرضت لهذا القصف الذي تحكيه الصورة. جرح مواطنان جراء استهداف طيران العدوان السعودي حفار ارتواز في منطقة فوط بمديرية حيدان محافظة صنعاء.